الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال النائب باسم خشان إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العراق نتيجة حتمية لسياسات حكومة الكاظم في خفض قيمة الدينار العراقي. وأضاف النائب خشان أن تلك السياسة الحكومية أدخلت البلاد في حالة فوضى مالية ولم تسيطر على الأسواق، إذ انخفضت قيمة راتب الموظف إلى أقل من قيمته قبل خفض سعر الدينار بنحو يتجاوز 25% في ظل غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق. أكد النائب محمد الخالدي أن الحكومة لم تصل لحد الآن إلى مرحلة محاربة كبار الفاسدين في المنافذ الحدودية. وقال الخالدي إنه على الرغم من إعلان الحكومة سيطرتها على المنافذ الحدودية، إلا أن الإيرادات لا تزال ضعيفة جدا قياسا بالنشاط الاستيرادي، لافتا إلى أن الفساد لا يزال موجودا وهو ينهب المال العام. وأشار إلى أن مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة ومنها المنافذ معقد ويحتاج إلى قرارات حاسمة وتطبيق للقوانين وكشف عن كل الخفايا أمام الرأي العام. كشفت نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية عن منح العراق تأشيرات لسائقي الشاحنات الأردنية لنقل البضائع إلى العراق اعتبارا من يوم الأحد. وأكدت النقابة أنه بناء على التأشيرات التي سيمنحها العراق سيتم السماح للشاحنات العراقية بالدخول إلى الأراضي الأردنية وفق الاتفاق الموقع بين البلدين الذي سينشط التجارة بينهما. قال عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي إن هناك زيادة يومية ملحوظة في أسعار البنزين بسبب خصخصته من قبل القطاع الخاص وتحكم التجار بأسعاره بصورة ملفتة للنظر. وأضاف علي أن على حكومة كردستان تفعيل قانون رقم 22 لسنة 2007 لمعالجة أزمة ارتفاع البنزين في الأسواق المحلية. وأشار إلى أنه من المقرر أن تصل محافظات كردستان كمية من البنزين من قبل حكومة بغداد، إلا أن الحصة المقررة لكردستان قليلة جدا إذا ما قورنت بالحصص الخاصة لمحافظة الوسط والجنوب بحسب قوله، وهي لا تكفي لسد النقص الحاصل في مادة البنزين. ارتفعت أسعار النفط وسط تنامي علامات التجديد في الأسواق الأمريكية بعد أن ضرب إعصار إيدا الإنتاج البحري. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني المقبل لتصل بنسبة 0.9% لتصل إلى 72 دولارا للبرميل، كما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر تشرين الأول المقبل إلى 68 دولارا فاصل 65 سنتا للبرميل. هذا وانخفض كلا العقدين بأكثر من 1% ليستقر عند أدنى مستوياته منذ 26 من شهر آب الماضي، بعد أن قالت الصين إنها ستطلق احتياطات النفط الخام إلى السوق عبر مزاد علني لتخفيف ضغط تكاليف المواد الأولية المرتفعة على مصاف التكرير المحلية. ارتفع معدل التضخم في ألمانيا عما كان عليه منذ 28 عاما تقريبا، وذلك بسبب الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين والمواد الغذائية. وارتفعت السلع والخدمات في شهر آب بمعدل 3.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6% وأسعار الخضروات بنسبة 9% ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 5% والسلع المعمرة مثل المركبات بنسبة 5.5% والأثاث والأضواء بنسبة 4%. ختام الموجز، إلى اللقاء.